كاربوت سير سوق السيارات. حط اغراضك بسيارتك وتعال بيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان. اليوم السوق اللي جايين عليه سوق مرتب. هسه بننزل على السوق. هلا عاد هلا. هذا السوق يا اخوان بيختلف عن اللي حطيته المره هذيك اللي كان بالبلد. كل واحد بيجيب اغراضه بالسياره وبحطن بهالسياره وببيع. مثلا اغراض ما مش بحاجتها انت بيجيبها بحطن بالسياره، او واحد بده ينقل بيت وعنده اغراض مش هذا بحطن بهالسياره، او واحد تاجر عنده شويه اغراض بده يجي يتسبب ويترزق بجيب. هسه منفوت ونشوف. احنا بدنا ندفع مصاري طبعا على الدخوليه ونفوت. هاي دفعنا باوندين واعطونا هاي اللزقه انه مدفوع معك وظلك على طول اليوم. انت شايف هيها. ها الحلو بالموضوع هون انه هذولا رخيصين جدا، وقد تجد بضاعه كويسه. يعني بجوز انت تشتري لك غرض مثلا ب20 باوند بالسوق العادي، هون ممكن تلاقيها ب50 قرش. هذا الزلمي هون عجبني ببيع اشجار وما اشجار. هاي بندوره. How much this brother? 70 بي the whole books or one? No 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 no. Like one is 70 بي. One of them is 70 بي. One. Can I have five, please? Yeah? Yeah. Cool. Oh, he wants the sunflower. Let him have There's that. A black sunflower. Let me see yeah. it before. بدي اشتري خمسة. بندورة. بتزرع بندورة. الواحدة ب70 قرش. All right. It's 150. Oh, he's getting there. I'll carry the bag. بدي اشتري بندورة. بدي ازرع بندورة. Pick the one you want. والله مرتبات شم ريحتهن. شايف هاي عنده هنا طبعا ورد وما ورد. Can I have five brother? Five tomatoes. بندورات لايقات. بدي ازرع بندورة. Five brother. Thank you very much. Thank you. هاي البندورات. شر ولايقة. طبعا موجود أواعي، موجود عدد مفكات، موجود شغلات كهرباء مثلا، أدوات كهربائية، موجود كتب قصص، ممكن تلاقي مثلا تلفزيونات. شايف ممكن تلاقي أدوات منزلية، ممكن تلاقي كراسي، ممكن تلاقي عدة صيد، ممكن تلاقي كل إشي بدك إياه. شايف فضل بيعوا وبتشتري. هسا أنا بحب أشتري طبعا في أدوات منزلية هون. شايف هاي العدد. شايف درل وما درل. هاي نفاخة. هاي هذا قصدير. قصدير القصدير هذا 30 متر وقوي وحاطين عليه باوندين. بدي اخذ لي واحد. Can I have three of these? Three, four, five pounds? Yeah, I'll have three. No, for the last. Which one do you want? The foil, please. Yeah, yeah, yeah. وانت وحظك. انت كل واحد حسب اللي بدور عليه. بسكليتات بتلاقي. شايف مثلا ادوات منزلية زي هيك كاسات. هاي بوسكليتات. طبعا شوف يا اخوان سيارات مرتبة ومتكتكة، يعني في ناس معاها مصاري وضعهم كويس بيجوا ببيعوا هون
وما في مشكلة، يعني الشغلة ما فيها لا كبرة ولا إشي. يقول لك إيه هذا سوق الحرامية. سوق الحرام، مضارب تنس وكل شيء موجود. أنا بدور على عدد، ما عدد، إذا لقيت ما لقيتش. مرات بتقع عينك على شغلة كويسة. المهم أني اشتريت بندورة، مش ناوي اشتري بندورة، لقيت عجبني مرتبات ومتكتكات. هناك الحمر غاد اللي بعيد هناك زي 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 المطعم، يعني بيطبخوا وبيبيعوا، شغلة كويسة. إن أنت تلاقي أغراض مش ناوي إنك تشتريها، أواعي ولا مش أواعي ولا أدوات منزلية، بدي ألفلف. أنا حبيت أعطيكوا فكرة. معظم الناس اللي بتيجي هون على بريطانيا يعني بجوز بيعرفوه، هذا بيعرفوه اللي اسمه كاربوت سيل، سوق السيارات. حط أغراضك بسيارتك وتعال بيع. بتشوف انت في اغراض لايقه، في مزروعات لايقه زي ما شفت وجبت بندوره، ممكن تلاقي عدد كويسه، ممكن تلاقي يعني شغلات جميله جدا. انت وزوجك. في ناس تيجي تشتري تحف، في ناس تيجي تشتري بسكليتات وهكذا. طبعا يا شباب الاسواق هاي يعني منتشره في كل انحاء بريطانيا، كل بالمدن بالقرى بالارياف منتشرة، شايف؟ وبالمدن بتكون موجودة عادة بساحة المدارس، وبالأرياف زي هيك زي ما انتم شايفين، يعني بتكون بالمناطق المفتوحة. والله يا عطور، عطور شايف كل شيء بتلاقيه موجود. ما ادري عاد مغشوش اصلي. ما بعرف. والله ما هي ماكينة لايقة، هاي ماكينة لايقة سنجر. How much this one, the سنجر one? سنجر حبيبي 60 pounds. Yes. It's 1886. Wow. هاي الماكينة 1886، يعني 1886 مصنوعة بال 1886، ما شاء الله. طبعا يا اخوان بهذا السوق فقط، يعني ممكن هو السوق الوحيد اللي تقدر تفاصل فيه. يعني قال لك بليرتين، بتقول له بليرة بمشي. زي بلادنا، هذا السوق الوحيد جزء اللي ببريطانيا اللي بتقدر تفاصل فيه على السعر وتقول له لا هيك او هيك. حلوه والله، زي الطيارات. شوف شلون عاملين اليدويات شكلها ابو، وهاي هاي ساعه قديمه والله. شوف شغلات. والله كمان شوف مليان اغراض غريبه. بص هاو ماتش ذس وان 15 سار. او يا 50 قرش هون اواعي واولاد، خذ اي قطعه ب 50 قرش. يعني طلعت وقال لي بدك ترجع يعني مره ثانيه، قلت له بجوز، فختم لي على ايدي هون انه مدفوع، مشان اذا رجعت مره ثانيه خلال اليوم ما ادفع شيء. خلاص انا بدي اروح على السياره، خلصت هاي السوق هذاك ووراي هناك، او بدي اروح. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذاك السوق اللي كنا فيه. يا الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا.